السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا شباب معنا الحل المشكلة اللي بتيجي في الشاشة بتاعة الكمبيوتر، اللي هي مشكلة input signal out of range. المشكلة دي بتيجي، أسباب المشكلة بتيجي لما أنت بتغير أبعاد الشاشة، أو لما بتغير الشاشة وتركب شاشة تانية بدلها والأبعاد مختلفة، فبتيجي المشكلة دي. هوريها لكم دلوقتي. فهل المشكلة هيكون كالآتي، وهي كده مهما رسترت الكمبيوتر مهما فتحته مش بتشتغل غير مثلا الطريقتين اللي انت بتشغلهم بيها. لو انت الطرق اللي بتصلح بيها المشكلة دي، لو انت ركبتش نفس الشاشة بنفس الأبعاد التانية ورجعت الأبعاد للأبعاد المكتوبة هنا، ترجع الأبعاد للأبعاد المكتوبة هنا تمام. والحل التاني أروح لكم دلوقتي، نفتح الكمبيوتر. قبل ما الكمبيوتر يفتح نفضل ندوس على زرار F8 لحد ما يجيب لنا دي لي سويت. هنستنى لحد ما الكمبيوتر يفتح كده تمام. ندوس على دي سي ادفانسد ريبير اوبشن ترابل شوت ادفانسد اوبشنز ستارت اب سيتنج. هنا ندوس ريستارت، استنى لما الكمبيوتر يفتح كده تمام. هنا نختار رقم 3 دي enable low resolution video. ندوس رقم 3 هنا على الكيبورد بس كده تمام. المشكلة اتحلت، فاحنا هنعمل ايه؟ هنا نرجع الأبعاد للأبعاد اللي كانت مكتوبة في الرسالة بتاعت المشكلة تمام. نختار نفس الأبعاد كده، المشكلة اتحلت تمام. وده أبسط حل للمشكلة. نيجي هنا كليك يمين display setting، انا اختار نفس الابعاد اللي كانت مكتوبه في المشكله تمام. هنحدد هنا، هنختار نفس الابعاد اللي كانت مكتوبه في الرساله بتاعه المشكله. هنيجي هنا 1280 في 1024 ريكومندد، ندوس عليها. ندوس هي كيف تشانج